بالنسبة للموديل العالي احنا بنسيب كلمة فن وندور على فاضح. كان في فترة من فترات الستينات والسبعينات وما قبل ذلك، يعني الحقيقة كنت برسم هذه الموديلات وأنا على استحياء. يعني الواحد يفكر ليه ربنا سبحانه وتعالى ادى للفنان دوت الموهبة دي، مش عشان يعصيه طبعا بيها، لا هو عشان يمتع الناس بحاجة جميلة مهذبة محترمة موضوع محترم. ما ببصش للحاجة اللي الناس شايفاها مثلا بتقول عليها حرام أو كده. الفن كان بالنسبة لي حاجة بتجري في دمي. الفنان بيبتدي يلجأ لأي صورة فوتوغرافية علشان ينفذ دوت ويختصر ويكبر دماغه، يعني بمعنى أصح ان هو ليه بقى يلتزم بقيود او يلتزم بواحدة او مودلز تتحكم فيه تقول له لا ارسم كذا او ما ترسمش كذا. في الخارج بقى سواء كان في اوروبا او امريكا او في اي مكان في العالم ده طبعا مباح لسه لغاية الان، الموديلات العارية لازالت موجودة بتترسم كمادة اساسية عند الطلبة بيستعينوا بموديلات، ولو ما بلقوش موديلات بتبقى شيء غريب جدا ان بيبقى واحدة من الموجودات بتتبرع ان هي تترسم. انا بعتبر ان الفن ده يعتبر من الفن الفاضح، مش مقيد ان يحصل قمع في اي شيء. التعبير ده حرية خاصة سواء كان عن طريق الكلمة او عن طريق الرسم او عن طريق شعر او عن طريق اي شيء، يعني هو بيسلكه، فده مفروض ان هو يبقى مباح تماما عند كل الناس.